مساء الخير مشاهدينا، مساء الخير عبر شاشة الال تي في، وحلقة جديدة من درج النجوم. ساعة جديدة من الوقت سوا رح نعمل فيها جولة على أبرز الفنانين في الساحة العربية اللي عم يطلعوا على درج النجوم درجة درجة. ضيوف ونجوم منحبهم كتير رح ينضموا لحلقتنا ونحكي عن أخبارهم وأعمالهم الجديدة. خلونا نبدأ حلقتنا مع ضيوف الليلة. كل النجوم غنوله ورح يضل يكتب ليموت القمر، نزار فرانسيس. بآخر أعمالك كان اسمها سلمى، وبالعمل اللي ناطرينه كمان اسمها سلمى، بس هي رشا إبراهيم. ما في دور مخيط على قياسها، هي بتفصل الدور وبتلبسه، ميرنا مكرزل. صوته نادر ولبنان قدر يوصل معه للعالمية، ماتيو خضر. من طفل لمع بذا فويس كيدز لنجم مشهور جاد عز الدين. بفترة قياسية صارت من أكبر المؤثرات على مواقع التواصل الاجتماعي، كاتريكسا أيوب. أنا زينة زغزغي. وأنا جورج بهنا. عم تحضروا درج النجوم. وقت برقت ورعدت بهديك الليلة خلقت غنية جديدة، قد ما غنوله نجوم قال له القمر تعا ننسى. زوجته هي الملهمة الأولى والقصيدة الأولى. رحبوا معنا بالشاعر نزار فرانسيس. مساء الخير استاذ نزار، واهلا وسهلا فيك. اهلا فيكم. بدنا نبلش اول شيء بسؤالنا البديهي، زوجتك هي القصيده الاولى والاخيره؟ ايه طبعا، زوجتي هي القصيده الاولى قبل ما نتزوج حتى يعني. حلو. وهي شغله انه في كثير اغاني من اللي كتبتها بعدين كانت قصائد لها. يعني كل القصايد اللي كتبتهم كانت هي الملهمه لك تفكر دائما فيها طبعاً. او من وراء الحب اللي جمعكم سوا؟ طبعا. حلو. صهوه خير هي أول قصيدة أغنية كتبتها وفاضت الأريحة من بعدها. إيه سهلة خيل. متى كتبتون ولمين أعطيتون؟ كنت قبل سهلة خيل ما أكتب أغنية، يعني ما كنت بوارد إني أكتب أغاني، كنت أكتب إنه شعر قصيد بالمناسبات مثل ما بيقولوا المحلية، ماني على ماني منتشر بالوطن كوطن أو. لكن التجربة كانت الأولى هي مع ابن بلدي، ابن بلدتي، ابن ضيعتي عاصي بيطار يلي ربيان أنا وياه، وكان إلها سبب، ما كان بده يغني وكان عنده حالة بالعائلة حزن وما بده يغني، فقلت له ليش ما بدك تغني، نحن عم نحمسه تيغني، عملنا قلت له بنعمل أغنية تحكي عن الواقع اللي أنت عايشه وغني، وكانت سهلة خيل. وإذا بقى نحكي عن ليل وبرد ورعد وريح الدنيا برا مجنونة، هيدي الأغنية هي محطة حقيقة، لما بيسألوني عن المحطات من 35 سنة لليوم بحياتي، هي كانت ليل ورعد وبرد وريح، هي المحطة الأولى المهمة. يعني خبرنا بعد شوي عنا عن كواليس هيدي الأغنية. هي الأغنية كانت أنا عم بحلق دقني، يمكن مش كتار بيعرفوا الخبرية، كنت ببيتي عم بحلق دقني، وكانت بنتي يارا صغيرة بعدها معودة بس حط هيك كريم حلاقة رغوة تجي تعمل لهم هيك، وأنا أحط منهم على حواجبي وأعمل لها بابا نويل ودقني بيضة، قلت لها بدها تشوف التلج، ما بتعرف بالتلج هيدي لأمها، قلت لها بدها تشوف التلج ما أخدينها على التلج، فقالت لي مدامتي، قالت لي ليش أنا بعرف التلج، انا مدامتي خلقاني ببيروت هي من زحلي بس خلقاني هون وربياني هون، قلت لها خلص بكره بنطلع على الضيعه، ضيعتنا براس بعلبك بيجي التلج كل سنه، صرت اشرح لها عن التلج انه كيف كانت الناس، لانه التلج لما بينزل بينزل بلا صوت، ما بتكوني قاعده بالبيت او سهران قاعدين ما بتسمع، بينزل على السكت نفناف، فبتكون العالم سهراني عند بعضها وما بتعرف شو عم بيصير برا، يقوموا تيفلوا لقوا الطريق مغطاي والدنيا مليانه تلج، يناموا عند بعض ما عادش حدا يروح عند بيته يعلقوا، فصورتها هيك بغنيه كانت حلوه. بس كيف صارت للفنان وائل كفوري ولحنها سمير صفير؟
وصرتوا انتوا الثلاثي. كنت عامل صالة خيل انا. صالة خيل الحقيقه اغنيه نجحت بدون تصوير كليب وبدون اي شيء. كانت بس على السمع. فجاه بسرعه غريبه لقيت العالم كلها حبتها. ولهلا بعدها اتصل في الله يرحمه الاستاذ سيمو اسمر يلي هو كان النافذة الفنية الوحيدة في الـ في الـ في التلفزيون بوقتها، وكان عنده البرنامج المهم يلي هو استوديو الفن. فاتصل فيي وقال لي بدنا نعمل، في عندك اغاني بعد حلوه مثل هاي، انت بتكتب حلو كتير وهيك. اجتمعت فيه وكانت ليل ورعد وبرد وريح كتبتها انا، وكتبتها ولحنها الملحن الصديق سمير صفير يلي ابدع كمان بتلحينها، ويلي هو شجعني من سهلة خيل. قال لي لازم تضل تكتب، اذا هيك بتكتب انت خدها فعلا مني. يعني بعد خدها مني انه انت راح تكفي وتصير شاعر كتير مهم ومعروف. فكانت ليل ورعد وبرد وريح. حلو استاذ نزار، ما كنا نستقبلك وما نترحم على الكبير ملحن بركات، شو بعد حاضر منه فيك لليوم؟ ملحن بركات يعني بعده حاضر فيي، لانه لما مات ملحن بركات مات شيء مني معه وبقي شيء منه معي. ف حلو. واخر 20 سنه هيدي هالعشره هالعمر اللي قضيناه سوا يوميا، يعني كنايه عن 22 سنه منن كل منن يوم. كلمه سهله اكيد. كل يوم. وعلى فكره هو اخر 20 سنه غنيهن ملحن، كل اللي غناه باخر 20 سنه كله من عندي، كله بس نزار فرانسيس. وهيدي الثقه وهيدي اللي كان يسميني مرايته. بس انتم هالقد كنتوا تشبهوا بعض؟ يعني كنا على الغايب انت؟ كنا متفاهمين مع بعض، غير مش بس فنيا، كنا متفاهمين انسانيا واخلاقيا. يعني لمست فيه ملحن بركات الطفل يلي يمكن مش كتار وصلوا له، لمست فيه القلب الطيب والحنون يلي ما حدا قادر كتير جربه، ولمست فيه وفاء، عنده وفاء ملحن بركات عن جد قل نظيره. هاي العلاقة، هالصداقة المتينة يلي خلتني اتعمق بملحن بركات واعرف حقيقة ملحن بركات الانسان قبل الفنان والمبدع والعملاق. انا كنت من اللي بحبه ملحن قبل ما اتعرف، يعني لدرجة انه كتبت له غنية بعشرين دقيقة تلحنت. تعا ننسى، هي تعا ننسى. تعا ننسى 20 دقيقة كانت مكتوبة وملحنة. تخيل هيدي اسرع اغنية يمكن صارت موجودة بكل اللي كتبته. اجمل اغنية كتبت لها اياها للفنانة نجوى كرم شو هي؟ انا كتبت لها اغاني كثير، بس انا بحب هيدا حكي. هيدا حكي، هيدا حكي، هيدا كلام. فيك تسمعنا هيك شوي منه بالشعر؟ هي بتقول هيدا حكي، هيدا كلام، هيدا عشق، هيدا غرام، جن وحالي نسيني، خلي جنونك يعديني وبمملكتك خليني احرق عرش المملكه. الو فيك تكتب قصيدة لصوت معين ولا لا بتفضل يعني هي القصيدة تنطر الصوت؟ كيف بصير هيدا التعاون عادة؟ لا، هن الأصوات، هو الفنان الحقيقي الناجح هو يلي بيعمل لحاله لون، بيعمل لحاله عنوان، بيعرف يعني شو بيلبق له، بيبقى له لاين معين بيمشي عليه. يعني مثلا لما بيجي بكتب أنا أكيد بكتب لكاركتير الفنان يلي هو حاطط حاله فيه لونه. يعني مثلا ما فيني اكتب صوت الحدى للضيف وغناني عرب تبعيت عاصي، ما في غنية راغب علامة لانها ما بتشبهه، في لون معين. يعني في لون لراغب علامة، في لون لعاصي، في لون لوائل، في لون كل فنان عنده لونه وعنده طريقته وعنده كاركتيره. بس هلا بالايام الحالية بتسمع اغاني ما لها معنى، يعني بس بتضرب. هلا انت شو بتصنف هيدا النوع من الاغاني؟ هودي انا ما بحب جاوب عليهم، لانه انا بيعني لي الفن الحقيقي. بس هن لهم جمهورهم. ايه طبعا طبعا، لانه كل عمره في كل انواع الفن كانت موجوده كل الوقت. بايام العمالقه يلي هن وديع الصافي، ام كلثوم، عبد الحليم حافظ، هالكبار اللي كانوا يغنوا، عبد الوهاب، كان في على طول بذات الزمن تبعهم كان في اعمال هابطه وفي اعمال رديئه، لكن ما كانت توصل لعند الناس مثل ما عم توصل اليوم. ما كان في سوشيال ميديا، ما كان يتروج لها السوشيال ميديا، وطريقه وسائل نقل العمل صارت اسهل واوسع. أسرع. يعني سبوت لايت، بقعه الضوء اللي كانت بالماضي كانت فلتر معين، ما بتتسع الا للقليل من الاعمال الحلوه، يختاروا الافضل، كان يوصل للناس الافضل. صح. لكن هلا صار بيوصل الافضل والأسوأ،
فصرنا نشوفهم كلهم بس اخر شيء بيتفلتروا يعني بضل هيدا 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 الزمن هو الكفيل بانه يخلي الاشياء المليحه ويغربلهم والاشياء اللي بتبقى عبره وبتمرق شهر صحيح. شهرين بتخلص. استاذ نزار حضرتك مؤخرا بلشت شوي على السوشيال ميديا كمان تصير هيك شوي ناشط تكتب عبر حلوين وكثير من الناس يرجعوا يعملوا لهم ريبوست عنهم لانه يحسون هالقد قريبين منهم هن يعني هالمشاعر الحلوه كانهم مطالع غنيه على طول تستوحي اوقات منهم تكون عم تكتبهم بيطلع براسك اغنيه حقيقه معينة. حقيقه انا 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 هيدي هيدا مبدئي انا الفن عندي ما بعتبره اذا بدي ما بعتبره تجاره الفن اللي ما بيفيد ما اسمه فن لقيت انه الناس حبت وفي ناس يعني عم تثني على هالموضوع وبحاجه لانه تسمع ما الناس كمان اشغالها واعمالها عميت لقلبها العالم صرنا بازمات كبيره ومتراكمه نحن شغلتنا ما معي مصاري اعطي الناس بس معي فكري بس الكلمه لها صدى اقدر انفع الناس فيه وسلي الناس فيه واعطيهم شيء ينفعهم وجيل الشباب كمان جيل الشباب بيتاثر بيرجع بيقرا شعر شوي بطريقه يلي أكيد. هو يعني عم بلاحق السوشيال ميديا بس فيها. لاقي في حدا عم يتفاعل معي وهن شباب صغار وعم يكتبوا شعر صح. عندي يعني عندي محاولات اوقات عندي على الصفحات على السوشيال ميديا بعمل مثل هيك تحدي بعمل مسابقات شعريه بيشتركوا فيها بينبسطوا فبكتشف ناس عندها عن جد عندها اشياء حلوه استاذ نزار بتكتب بالليل اكثر او بالنهار اكثر لا ما عندي اياهم هو انا حسب فيك تكتب وين ما كان سيارتي بكتب وين ما كان لا ما عندي بالضجه بالهدوء انا مش من هودي الشعراء اللي بتوعي القصيده بالليل وبيقوم وبيضوي الشمعه وبيقعد بيكتب وبيجي الالهام لا انا هيدي صوره الشاعر دائما اجاني هلا الالهام القصيده هي لوحه جميله ترسم بالكلمات ما حدا بيعرف اي متى بتصير واي متى بتكون واي متى بتجي براسه للانسان وخاصه في كثير اوقات بقول بدي اكتب قصيده وبكتب القصيده تكتب يعني انت ساعه اللي بتقرر بتقدر تكتب قصيده ايه مني بهيدي الحالات اللي يعني الخيال اللي بيعيشوه بعض الشعراء لا انا مني هيك استاذ نزار رح نفرجيك صور لفنانين حضرتك اشتغلت معهم كلهم اصواتهم حلوه وكلهم ناجحين بس رح نشوف مين الاكثر بعده ان على الساعه الفنيه وعم يعرف يختار اغانيه ومين صار اوت بفقره ان اور اوت هشام الحاج احمد الشريف دينا حايك يارا وجو اشقر مين اوت بالنسبه لك مين اوت هلا بتصور يمكن انا مستفقد لاحمد الشريف وانا هو بتحب صوته لازم يكون ان اكثر من هيك كنت بتحب صوته كان عنده نجاحات حلوه بعتب عليه مش لانه هو لازم يكون اوت بعتب عليه ليش هو حط حاله اوت لازم يكون موجود ان اكثر صح استاذ نزار لو قدر لك تكتب اغنيه للسيده فيروز مثل ما انت بتحلم شو ممكن يكون مطلع لهي القصيده لك هي يمكن لاول مره انا عم بقولها مطلع الاغنيه سلم على الكل شو يعني في اغنيه اسمها سلم على الكل بحبها كثير ملحنها الموسيقار ملحن بركات بعض ما بيعرفوا الناس منا نازله بس هو مغنيه يعني موجوده بصوته كنت بتمنى هيدي الاغنيه تكون للسيده فيروز حلو ان شاء الله ومش يعني مش بعيده ابدا انه تتحقق هيدي الامنيه بتقول سلم على الكل يا قمر سلم على الكل بعيوني غفيت السهر وحبيبي مطل وانطرت كتير كتير انطرت وما عاد بكير قل له رح فل يا قمر قل له رح فل تتخيلها بصوت فيروز هلا مغنيها الموسيقار من حبركات عندنا اياها بصوته بس اذا شفت فيها السيدة فيروز يعني هيدا اللون اللي حابب انا كنت اذا غنت السيدة فيروز تغني هيدي الاغنية استاذ نزار ما بينشبع منك والحديث معك يعني قمة المتعة فعلا حضرتك مش بس على درج النجوم حضرتك على قمة درج النجوم نتشرف بوجودك معنا ومنكبر ومنفتخر فيك شكرا كثير رح طبعا انت باقي معنا خلال هيدي الحلقة لنكمل حلقتنا خلينا نستقبل ضيفتنا الثانية جامعة بشخصيتها الحلوة أكثر من جانب فني بالتمثيل صوتها حلو بترقص وبتلعب جمباز صارعت الموت ونجحت ورجعت على التمثيل شغفها الأول
رحبوا معنا بالممثلة السورية رشا إبراهيم. أول شيء الحمد لله على سلامتي. الله يسلمك. كثير من الناس ما بيعرفوا إنه أنت صرتي منيحة، بيزعجك تتذكري انفجار حلب؟ إنه الحمد لله أكيد أنا صرت منيحة وأموري كثير تمام ورواق. بيزعجني إني أتذكر، أكيد هي تجربة كانت، ما حنقول تجربة لأنه هي كانت أمر مفروض علينا كشعب، هاي الأحداث الإرهابية اللي تعرضنا لها كلنا كشعب سوري. أكيد بتضايق أنه نحن مرقنا بهذا الشيء ومنقهر ومجروحين كثير، بس ألف الحمد لله تجاوزتها للمحنة وأنا هلأ بألف خير، وإن شاء الله كمان سوريا بتكون بألف خير. الحمد لله رشا على سلامتك وعلى سلامة كل الشعب السوري يلي عانى من وراء هالانفجار. طبعا رشا خضعتي لكثير عمليات جراحية صح من وراء الانفجار، يعني أكيد أنه في عليهم هيك وجع جسدي ونفسي، خبرينا شوي عن هيدي التجربة، عن هيدي المرحلة اللي قطعتي فيها اللي هي كانت صعبة طبعا. هلا هو العمليات اللي أنا تعرضت لها هي إلى علاقة بالحادثة، يعني أنا الحدث سبب لي قطع شريان سباتي وريد وداجي، على أثر الحمد لله تم الإسعاف، يعني هو هي العملية الأساسية اللي أنا تعرضت لها، وبعدين الحمد لله تجاوزتها، وبعدين شوي شوي تعافيت، معالجة فيزيائية. أما في أخبار تانية عن الحوادث وهي القصص، هو لحقتني طاقة تافد العقل. الحمد لله على ألف سلامتك، وبنعرف أنه تخطيتي كل شيء رشا، وهيدا يعني اليوم وجودك معنا دليل على هيدا الشيء. حبيبك قلبي. شو بيتغير بحياتنا لما منقرب كل هالقد على الموت؟ هلأ بالمناسبة ونحن جايين، أنا هلأ وصلتي على بيروت وكتير فرحانة. ألف الحمد لله على سلامتك وأهلا وسهلا فيك. نورة بوجودكم. أكيد وقت وصلت كنت عم قلهم بالطريق أنه الإنسان ليفهم الحياة صح المفروض يفهم الموت، أو أنت وقت اللي بتفهم الموت بتفهم الحقيقة، هاي الحقيقة الوحيدة بالحياة، بتفهم قديش هي الحياة بسيطة وقدي هي حلوة وقدي نحن بنقدر نكون. نحن منعقدها كتير بيومياتنا، نحن أيام منعقدها صح، أو وقت اللي أنت بعيد الله لا يقدر طبعاً حدا يمرق بشيء قاسي، بتفهم قدي أنه هي الحياة أبسط بكتير وأمتع بكتير، بتفهم يعني تقدر كل لحظة أنت عم بتعيش. حلو، ساعتها بتصير تعيش الحياة بطريقة أحلى وأجمل. رشا لننقل شوي هيك نغير جو من الزعل والمصايب، لننقل لصوتك الجميل، للشق الفني اللي أنت عندك. بنعرف أنه صوتك كتير حلو بس ما احترفت الغناء، ليه؟ هلأ أنا بعتبر المغنى أداة، يعني أنا كوني ممثلة فأنا بعتبر صوتي أداة تخدمني كشخصيات أنا عم أديها. يعني أحياناً نحن أكيد كممثلات يعني بتقدم لنا دور أنه ممكن تكوني مغنية راقصة، فبعتبره هو عم يخدمني أكيد، فما احترفت الغناء لأني أنا ماني مطربة، أنا مؤدية. شو بدك تأدي لنا هلأ تسمعينا شيء؟ آخر شيء كنت عم صور هلأ حالياً عمل اسمه شارع طلال، عم بعمل فيه شخصية غجرية، فبتغني اللون البداوي لون الغجري يعني. حلو، يلا سمعينا شيء. إذا بتحبوا تسمعوا يلا. أكيد. نزلين على البستان يا عنيدي يا يابا، والله وحلن شعرهن كل البنات نجوم يا عنيدي يا يابا، والله وهي قمارهن عيني وما يا عيني يا عنيدي يا يابا، تسوى هالي وكل القرابة يا عنيد يا يابا. حلو حلو. واو رشا، ما شفناكي ولا عمل من الأعمال المشتركة اللي صارت برمضان، مغيبة أما أنت غايبة؟ ما بعرف. لا لا مين بدي أسأل؟ لا ما بعرف يعني مغيب. بدك تقولي لي نوع. لا لا أكيد لا، مثل ما بلشنا بلقائنا أنا مرقت عن جد بظروف، بعض الناس يمكن مفكرة أنه أنا ماني منيحة،
يعني انا في اخبار بسمعها انه رشا عميت، رشا انشلت، رشا تشوهت. مسكينه لا تحكوا معه، يعني حرام تحكوا معه. يعني نحن كرمال هيك بلشنا بهيدا الموضوع. مش لنبلش بشيء سلبي، بس لنقول للناس انه رشا اليوم كثير منيحه ورجعت وبتجنني، يعني شكلك ومضمونك وكل شيء. هلا بقى الناس ممكن تفكر انه انا ماني منيحه او انا ما صرت منيحه. لا، انا رواق ومنيحه ومستعده لاي تجربه تحمل قيمه فنيه مهمه وجاهزه تفكر. يعني جاهزه انت تكوني حتى لو بعمل مشترك؟ طبعا وراي شيء. بس بتخيل لازم تغيري سلمى او سلمى شيء يعني حظ لإلك. اسم سلمى انا من الاسماء اللي بحبها جدا، يعني بحسها اسم. يعني اخر دور لعبتي باخر عملين بالحقيقه اشتغلتهم، يعني فرسان الظلام ذئاب الليل هو عمل فانتازيا تاريخي، النص لهاني السعدي كان كنت عم بعمل فيه شخصيه سلمى، اكيد كثير استمتعت بهي التجربه. وقبله شارع طلال، بعده كمان شارع طلال كمان شخصيه سلمى كمان سلمى. فانا الشخصيتين حبيتهم كثير بعاد عن بعض صح، بس يعني الاسم كان انه له هيك مرافق. طاقه حلوه يعني. كل التوفيق ان شاء الله. الولاده من القاصره او منبر الموت، اي عمل اقرب لك؟ اي عمل بيشبهك اكثر؟ اي عمل بيشبه رشا اكثر؟ هلا للامانه ولاده من الخاسره بالجزئين اللي انا شاركت فيهم هو بحكم كانت ثلاث اجزاء، هو ساعات الجمر الجزء الثاني، ومنبر الموتى هو الجزء الثالث. هو عمل لي الي انا نقله، يعني هو العمل ككل كان يعني عمل حاله استثنائيه وعمل لي انا نقله، يعني الناس صارت تعرفني اكثر من خلال شخصيه رندا حبيبه ابو نيبال. بالفعل صحيح. ايه العرافه واللي بس انا شخصيه بتشبهك اكثر، انت كل مره على مره بتكتشف حالك قد ايه انت بتقدر تعطي وقد ايه بتقدر تقدم. وعلى فكره هلا بمناسبه القصص اللي حكينا عنها، شخصيه البنوته اللي كانت تعمل رندا بولاده من الخاسره هلا صارت انضج واوعى واعمق، يعني حتى بعد التجارب اللي انا مرقت فيها وعشتها اليوم وقت اللي بدي احس بمشهد او احس بشيء عم بعمله صرت بعمله اضعاف لانه انا اليوم بمحل حتى نفسيا وروحيا صرت اعمق واعلى. حلو، ف... ان شاء الله دائما بتضلك من شيء اعلى لاعلى. بعد استاذ نزار اليوم عم تتحضر لطرح ثلاث اغنيات للست ماجده الرومي، ثلاث اغنيات فرد مره، خبرنا عنهم. عم نشتغل على ثلاثه صح؟ هلا مواضيعهم ما فيناش نقوله. هيك هيك بس حلوين الموضوع، بس يعني الموضوع. العام موضوع عام، موضوعهم حب وموضوعهم فن اصيل، فن حقيقي مثل ما تعودنا مع السيدة ماجدة الرومي. نعم. إلى مدرستها ولا لونها ولا طريقتها. اكيد تحيه كثير كبيره للست. ان شاء الله هيك الله يوفقنا بهاي الاعمال، وبعد في اعمال حتى لبعدين. بتصور انه يعني انا ملتزم بهذا الخط الفني يلي ما رح غيره. رشا بنرجع لعندك. جورج شو بدك تسأله لرشا؟ رشا معودين على صراحتها. صح. فعملنا لها اليوم فقرة خاصة لرشا. فقرة بكل صراحة. رشا بكل صراحة، أنت بتفكري أول ما قبل ما تحكي؟ لا. أو بتقولي أول شيء بيخطر ببالك؟ بقول اللي بحسه دغري فورا. عفوية يعني. حلوة حلوة العفوية. رشا بصراحة آخر مرة اعتذرت لحدا وشو كنت عاملتي له لمين؟ اعتذرت لحدا؟ هلا يعني لازم أقول إن اعتذرت لحدا أو لا؟ يعني إذا اعتذرت لحدا، يعني عادة ما بتعتذري إذا عملتي شيء غلط. لا أكيد اعتذرتي عنه. أكيد. آخر مرة مش ضروري يكون هلا يعني. هلا مو حاضر لي شيء، بس أنا بحاول دائما إني ما أعمل شيء خليني أعتذر. صعب يعني عن جد عم بحكي. يعني مثل ما انا بحب انه الناس تعاملني او ما انأذى، بحب ما أأذي، فبجرب ما اعتذر لانه انا ما بوصل حالي للاعتذار. وكمان بكل صراحه اكبر وجع قلب لك حياتك؟ انا ما بدي نكد عليكم اكيد يعني. لا بس ما عليك. دائما انا وجعي وجعي الكبير وامنيتي، وبتمنى من الكل يدعي لاخي عدنان الله يشفيه ويعافيه ويرجع يمشي ويرجع مثل قبله احسن. يا رب يا رب يا رب الله يشفيه، وان شاء الله بيرجع لكم مثل ما انتم بتحبوا انكم تشوفوه. بكل صراحه مين النجم يلي بعد بتحبي توقفي قدامه بدور معين وبعد ما قمتي بهيدا الشيء؟ بدنا اسم رشا. هلا انا كثير بحترم اكيد كثير اسماء، بس
هلا انا وقفت قدامه بعملين بس بحب كمان كرر التجربه، هو استاذ بسام كوسا. بسام كوسا بنوجه له تحيه للفنان بسام كوسا، نجم بسام كوسا. اكيد كثير انبسطنا رشا بهيدي الفقره معك، وعن جد انك بتستحقي تكوني على درج النجوم، ودائما من درج لدرج اعلى وتوصلي لمحل ما انت بتحبي تكوني. خليكي معنا ومنتابع مشاهدينا بعد الاعلان. لكل يلي انضموا لنا هلا بنمسيكم بالخير عبر شاشه ال تي في ومتابعين معكم بدرج النجوم. ضيفتنا ولا مره لعبت دور بيشبه اللي قبله، بالكوميديا جديه وبالدراما ادى وبالادوار المركبه ما حدا ادى. خلونا نرحب سوا بالممثله ميرنا مكرزل. اشتقنا لك ميرنا، كيف صار جابي؟ خليني بس اخذ نفس، هذا المشوار 4 كيلومتر لو وصلت اخذ وقت يعني. الحمد لله على السلامة. ميرسي. طلوع ونزول. ايه طلوع ونزول وفزات وقصص. خبرينا كيف صار جابي؟ سلم عليكي عن جد وسطني. عم تصلي لنا ايه؟ ايه اكيد. خلينا نضل بسور جابي اللي هو اخر اعمالك السينمائيه يا ميرنا، بالكوميديا بترتاحي اكثر؟ يعني بتحسي انه الكوميدي هي المحل اللي بيشبهك اكثر؟ هلا فيني اقول لك شغله، انه انا بس كون بقمه الدبرسه كون كثير كوميدي. حلو. فمش قصه تشبهني اكثر، بس انا عندي لذه بشغل الكوميديا مثل ما عندي لذة بالدراما، بس الكوميدي غير. عم نحكي على فيلمك بمفرق طريق، ببعض المشاهد بتكون كتير جدية صح، بس كتير بتضحكينا. الكوميديا أوكي. بنظرك بدها جد؟ ما هو بالكوميدي قد ما الممثل بيقبض حاله جد بالدور قد ما بيطلع بيضحك، وقد ما بيأدي الدور من سطحيا قد ما بيطلع فاشل وما بيضحك وبزهق. هلا بعد هيك انا كنت كثير جدية ورا كل هالكوميدي اللي عندك اياها والهضامه، في خوف كبير من الهزات الارضيه، خبرينا اليوم شو صاير معك ومع الهزات والهوس بالهزات. خلينا نحكي مزبوط. إيه؟ جالس. إيه؟ انا ما بخاف من الهزات ابدا، بس من وقت ما امتين صارت اخر هزه؟ بشهر 2. ليش مين ما خاف من الهزات؟ لا بس بعد في عندك خوف؟ لا لا ما بخاف، بس بعدني لليوم. إيه؟ اذا كثير تعبانه قالوا لنا انه عم بنقذوك بالبيت، بحس الارض عم بترج فيي لحالها. بصير اسال انه حدا حاسس بالشيء، بيقولوا لي لا بطلع انا لحالي عم برج. يعني هلا هو خوف مبرر، يعني اليوم مثل ما قال استاذ نزار مما منا ما بقى يخاف من الهزه الارضيه. ان شاء الله ما بتنعاد الهزات. لا بس هيدا شيء سايكولوجيكال، يعني انه بس كون كثير تعبانه عن جد بحس كل شيء عم بهز فيي، عرفتي؟ بس ما وصلت لمطرح انه حط قنينة مي وصفيرة تحت طاولة الصفرة لحتى صوفي اللي يجي. ما ضبيت الشدة يعني؟ بعد ما ضبيت الشدة؟ لا بعد ما ضبيت. ميرنا انت نيقة باختيارك للادوار؟ يعني بتاخدي وقت على مهل لتختاري دور؟ اكيد اكيد باخد وقت وبقرا كثير وبعمل ريسيرش لشوف. ترفضي اعمال طيب؟ ما في حدا ما بيرفض اعمال وما في حدا ما بيقبل اعمال، هيدا شيء يعني بشغلنا. ليه ما شفناك ميرنا بالرمضان الماضي؟ ما صار لي فتره، هيدا مش اول رمضان ما بمرق فيه. ليه؟ صار ما بعرف صراحه، يعني ما كثير بيشبهوني القصص اللي عم بتصير، كثير حلوين وكل شيء بس ما كثير انا يعني. عندك عتب على حدا يعني أبداً. اليوم عم بنشوف ذات الناس عم يتكرروا اذا فينا نقول بالمسلسلات ابدا، هذا الشيء ما بيزعجك؟ ما لا 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 بالعكس، كل واحد بياخذ حصته وما حدا بيقدر ياخذ محل حدا، وانا الكل بقول لهم برافو وبهنيهم يعني، عرفتي؟ بس انه اوقات بتحسي انه ما عندك مكان بهذا المطرح. ميرنا انت بتعمري الدور على قياسك، بتلبسيه على قياسك، اعطينا هيك فروق صغيره باخر ادوارك. مثل كيف يعني؟ مدام دلال بدور عمر. هن اصلا شو الفرق بينه وبين نورما والخمسين؟ ما في شيء بيشبه بينهم، يعني انا بجرب قد ما فيي ولا دور يشبه الثاني، يعني بين سير جابي اللي هي راهبه وكثير صارمه بقصصها، لمدام دلال اللي هي مدام عندها بتشغل بنات بتشغلهم بالقوه
لنورما يلي هي شريرة بس شريرة مهضومة، لعواطف يلي هي مرة بالبيت عندها قصصها الزوجية، فما ما في شيء، ما عندهم قاسم مشترك غير انه انا عم بلعبهم بس. واكثر دور يعني كان صعب لعبتيه هو ثلاث شخصيات مع زياد برجي بنفس الوقت، قد ايه هذا الشيء صعب لإلك ميرنا؟ وكيف تطلعي من شخصيه لتفوتي بالشخصيه الثانيه لترجعي تطلعي من الثانيه وتفوتي بالثالثه؟ ما تعاطيت معهم بهالطريقه، تعاطيت كانه عم بلعب ثلاث ادوار مختلفين، واشتغلت كل دور بدوره، يعني كنا نصور يا مشهدين يا ثلاثه بالنهار حسب قد ايه معنا وقت. وكنت بلش باول كاركتر ارجع روح غير، انا عم غير ميك اب كون عم بتغير لصير ثاني كاركتر، اجي اعمل ثاني كاركتر روح على الميك اب كمان لعمل ثالث كاركتر اعمل ثالث كاركتر. هون اذا فينا نقول من نحكي عن مهاره الممثل هي بتجي من منطلق اول شيء قد ايه الممثل شغل على حاله، بتجي من منطلق قد ايه قادر يفصل، يعني انا ديجا وقت اللي امشي من بيتي بلش افصل حياتي الشخصيه عن شغلي، وهي ذات المبدا بالتمثيل انه بتفصلت بين دور ودور. بس على فوقها هي هول ثلاث ادوار في كثير ناس اول ما حضروا وفي منهم صحافه اجوا سالوني كيف شو هالكاريزما اللي بينك وبين هالممثلتين التانيين؟ فكروا انه في ثلاث ممثلتين، فكروا انه انا مع ممثلتين تانيين. فاهمين مع بعض. رشا بتحبي تلعبي ادوار كوميديه او بتحبي تشوفي تحضري كوميديا اكثر؟ هلا اكيد كلنا بنحب، يعني اكيد كممثله بحب العب كوميدي، بس خطر يعني خطر جدا، يعني اذا ما كان النص والممثل بيمتلك الادوات الصح لانه يخدم هاي الشخصيه يعني فيها ريسك كبير، يعني خطره، فكتير بدي يكون دقيقه بهذا الاختيار. يعني انت برايك انه الكوميديا اخطر بكثير من التراديشن؟ اكيد طبعا، هو سهل انك تبكي يعني بصراحه، بس انك تضحك حدا وتقدر، طبعا انا دائما بسمي يعني دائما الكوميديا هي كوميديا الموقف، كيف نحن نقدر كمان نخلقها بنفس الطريقه حتى دراما. لهيك هي كثير ملعب خطر. يعني استاذ نزار، عاده حضرتك شخص مرح، سهل انه تضحك او صعب حدا يضحكك؟ لا طبعا بضحك، انا اسرع شيء فيي ضحكتي. صار ساعه بيضحك كل ما افتح تلفزيون مثلا. مبسوط فيك مثل ما نحن مبسوطين فيك. لا في اجمل من الضحكه والابتسامه، هي اجمل باب انك تكوني قريبه من الناس. صح صحيح. ميرنا بننتقل معك لفقره لو خيروكي. ميرنا لو خيروكي تنقي بين انك تتخلي عن تليفونك او عن تلفزيون؟ تليفوني. شو بدي فيه؟ شو بدك فيه؟ شو بدي فيه؟ ما وقتها بكون بالتلفزيون مش عاوزته عم بطرقط فيه صراحة، انه تليفون بتاخذيه معك وين ما كان، تلفزيون قاعد بالبيت. تلفزيوني انا اللي بالبيت ولا شغلي بالتلفزيون؟ لا اكيد التلفزيون، شو بدي فيه تلفزيون؟ اصلا ما عم بفتحه صار لي من 2010 يمكن مش فاتحه تي في اكثر. لو خيروكي بين مسلسل مشترك ومسلسل لبناني شو بتختاري؟ من هيدا المنطلق ما بختار، لانه انا ما بختار بين مسلسل مشترك مسلسل لبناني، انا بختار بين نص حسيت شيء انا عم بقريه ونص ما عنالي شيء انا عم بقريه. حلو حلو. طيب اذا بين الكوميديا وبين الدراما كمان حسب انه كل حياتك تضلك تمثلي كوميديا او كل حياتك تضلك ولا ممكن اثنيناتهم برفضهم رفض تام. انا بدي العب وقف تمثيل بدي العب بوقف تمثيل اذا بدي اختار، انا بدي العب شخصيه شو ما كانت تكون، ان كانت كوميدي ولا دراما ولا سوشيال. الله ما يخيروك. طيب لو خيروكي بين انك تنظفي البيت او تطبخي شو بتختاري؟ اطبخ. طبخ. طبخ اكيد اسهل شيء. بطبخ ويكون حدا عم ينظف وراي دغري. طب اكلك طيب؟ بالمبدا اذا خيروكي يكون عندك عائله مؤلفه من خمس بنات او عائله مؤلفه من صبي واحد شو بتنقي؟ انا عندي صبيان مرتاحه كتر خير الله. اذا لازم تختاري شو بتقولي؟ يعني بتشتاق بتقولي يا ريت عندي بنات؟ هيدا منه خيار اصلا، هيدا من الله، ما فيني انا اجي اقول انا بدي هيك. هلا هولي اسئله افتراضيه، ما فيك تلعبي معي هاللعبه. انا معي ما بدي تلعب. مثل ما هو بقوص انا بقوص. يا الله ما بدك تنقي لنا يعني خمس بنات او سبع؟ لا شو ما بيجي من الله يا محلو. حلو. ولا اهضم منك ميرنا، واكيد مبسوطين بوجودك معنا، وطبعا انه بتستحق تكوني على درج النجوم. ميرنا منتابع حلقتنا، بتبقى معنا وطبعا مستقبل ضيف جديد. صوته يعتبر عالميا
من بين 63 صوت نادر بعالم الأوبرا، جريء بأعماله، مغامر، متعدد المواهب، بغني، بيرقص، بيمثل، بيرسم، بينحت، بيعزف. رحبوا معنا بدرج النجوم بالكاونتر تينور ماتيو خضر. خير. هاي هاي مصر. أول شيء بدك تفسرنا شو يعني كاونتر تينور؟ كاونتر تينور هي فئة صوتية كتير نادرة من الصوت عند الرجال بمجال الأوبرا. بقى في عندك الميزو سوبرانو عند النسوان، السوبرانو رجال، عندك تينور باريتون، عندك كونتر تينور اللي هو كتير عالي اللي بيساوي إذا بتغمض عيونك بتفكر مثل صوت النسوان، بس منه مثل صوت النسوان. آه يعني فيك بذات الأغنية تغني صوت كأنه نسائي وصوت رجال. صوت رجال. بقى السبيكتروم كتير عالي. هلا نحن أنت فكرت إنه أنا فهمت عليك، بس أنت فسرت لنا نظريا، بدنا نشوف تطبيقيا كيف. هلا منشوف. هلا؟ هلا. أوكي. انصدمتي؟ واو كذب كذب برافو شو حلو، مش معقول. ايه بيصدم شوي. نزلت عيني، انا بصدق انا عن جد حاسمع صوت انه انثوي حقيقه يعني. حلو صحيح. صوت كثير نادر. متى يومين صنفك من بين 63 صوت نادر بالعالم؟ هو بلشت مسيرتي وقتها كان عمري 9 سنين، بس ما كنت اعرف شو هيدا الصوت. كنت قلي دائما الاصوات اللي اسمعها حوالي البرنسسز بديزني، الاصوات اللي كنا نسمعهم بالبيت. بعدين كبرت ومديت كونترا مع يونيفرسال ميوزك وقالوا لي كعمري 18 سنه انه انا بتصنف كونتر تينور. بعدين اكتشفنا انه انا الوحيد بالشرق الاوسط. بقى الي الشرف انه اكون لبناني. وهيدا فخر لنا. ميرسي. ثانك يو ثانك يو. عملك الفني الاخير يلي شاركت فيه بعد لهلا اصدقائه مسرحية شيكاغو الملبنني، خبرنا عن دورك فيه. ميوزيكل معروف كتير، من أقدم ميوزيكلز، أكتر شيء عم بينعرض بعده هلأ بالعالم. هو عم بصير بشيكاغو المدينة بالولايات المتحدة، وضلوا ضلوا 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 ترجم لشي 43 لغة لأحوال العالم، يعني بالكوري، بالإنجليزي، بالفرنسي، كل دول العالم. دول العالم. وأول مرة هذا العرض ترجم للعربي من إنتاج 100% لبناني. ونحن كتير مبسوطين انه تلبنانيه القصه، في نكت لبنانيه، نكت عربيه مهضومين. ونحن 6 مين اكترز على الستيج، والعمل بياخذ العقل. والدور تبعي دور كتير جريء، دور الصحفيه، هو اهم صحفيه بشيكاغو، ماري سانشاين. أوكي. اللي تلقبت باسم نور الشمس. بس انت لعبته بطريقه دراج كوين. صح. نحن قررنا كمان مش بس نلبنن الحوار ونلبنن الشيكاغو كله، كمان عملناها لمدام نور الشمس، عملناها لبنانية كتير، يعني الشعر المنفوش، المكياج الأوفر، والرموش وتشي. ايه بقى هيدا دور، فيني أقول دور حياتي، لأنه ما كنت أبدا متوقع أن رح أعمل هيك شيء. وهو دور انكتب لكاونتر تينر، الفئة صوتية مثلي، ونحن عملناها، زدنا كتير من الشغلات. بقى دور عمل امباكت كتير، ولأنه لبنانية بتحمل كل شيء في بهارات، يعني كل شيء بهارات. أدنى بدي. حلو. ماتيو، مشاركتك بذا فويس فرنسا ربحتك أو خسرتك؟ هلا ليك شو صار. وصلت على ذا فويس فرنسا، برموا الاربعه، كثير انبسطنا، وكنت بعز دين الثوره بلبنان والانهيار وكذا. بقى انا عملت ثورتي على الستيج تبع ذا فويس، ومثلت لبنان ومثلت الدول العربية، وكنت كتير مبسوط وفخور بهالشي. بس سيقبيت بهالوقت عم بصير في كوفيد، والكورونا عم فيه ضربة وكذا وهيكس، وهني ما كانوا بدون يعرفوا إذا بدون يكملوا ولا بدون يوقفوا. أنا وصلت للباتل مع لغا فابيان اللي نقيتها، قررت أنه تنقي غنية أبدا مش ملائمة لصوتي. بقى نحن اكيد ما قلنا دور نحكي، يعني نحن الارتست اللي هنيك ابدا. بعد خاصه هي كمان قررت انه تغير الغنيه، وكانوا ديجا ماضيين مع ديزني انه ما كان فينا نغير الاغاني كذا. بقى كانت الغنيه من عند الادن. بقى غنيت الغنيه وجبرت اخسر، لانه ما كنت ابدا لفئه صوتيه. بس رجعنا على البيت لنغير الشنطه ولنمضي الكونترايات كلها، نرجع نسافر نعمل الجوله العالميه. قعدنا بالبيت ونلغى كل شيء. انزربتوا بالكورونا. اللحظه اللي برموا فيها اربعتهم لإلك ماتيو، شو كنت عم تغني؟ بتسترجع هيك اوقات انت وقاعد
هيدي اللحظة وين كنت؟ خبرنا. هيدي اكسبيرينس عن جد ما فيني بحياتي انسيها. كنت متوقع انه اتليست واحد يبرم من الأربعة، لأنه صوتي مثل ما قلتي كتلك يعني في امباكت يعني بيصدم. برموا الأربعة وانهرت أنا على ستيج. صرت بكي؟ فرطت بكي، قلت إنه أكيد اللبنانية والعالم العربي بيكونوا مبسوطين كتير، وكنت عم فكر أكتر شيء بالعالم شو حيحسوا وقت يشوفوا البرنامج، وما كنت متوقع actually it was a big surprise for me. فرطت على ستيج وأمي فرطة جوا وأصحابي فرطين بالفاميلي روم. لا لا it was wonderful. ما بنسيها ما بنسيها. أستاذ نزار، اشتغلت على خشبة المسرح أوبريت وجماعة عدد من الفنانين، حبيت المسرح؟ حبيته، قلو لونه لحاله. هو يعني فن بحد ذاته المسرح، مع أنه اليوم عم بيتراجع حضوره أو عم بيتراجع، لكن هو فن عريق وفن مش لازم نستغني عنه أبدا. رشا، بنرجع لإلك، شو الأصعب لإلك، المسرح أو التلفزيون؟ صوته. بعد كونيك أنت وقفت معك الحياة على صوته. أنا يعني أنا ناطرة. يلا لكن ماتيو ما فيك تزعل رشا، كرمال رشا بدك تسمعنا ترجع شيء بعد شيء. طبعا أكيد أكيد. Jumping and the cotton is high. Oh, your dad is rich and your ma is good looking. So hush, little baby, don't you cry. Wow. Wow. Hello. Thank you. Thank you. شو رأيك نزار بصوته لماتيو؟ حلو كتير. حلو ميرنا. مميز. انا ما فيني غني. عم بسمعه وعم اقول او ماي جاد. ماتيو بتحس حالك مظلوم بلبنان؟ يعني بنعرف نحن انه بلبنان ما في دائما بيعطوا قيمه للاشخاص يلي عندهم عن جد مواهب نادره، وانت يعني سبق وقلنا انه صوتك صنف من بين 63 صوت نادر بالعالم. عم نحكي بتحس حالك مظلوم؟ بتحس انه انا عبالي سافر على محل تاني يعرفوا عن جد قيمتي؟ مظلوم كلمه كبيره. انا كنت عايش بباريس، ما كنت عايش هون، كنت عايش 10 سنين بباريس وسنتين بجنيف، وانا رجعت ويلينغلي، يعني انا عندي باسبور اجنبي، بس انه عند ويلينغلي انا جيت على بيروت لانه تو ميك ا ديفرنس، يعني لاخلق شيء ما انه موجود. مظلوم كلمه كبيره. هلا بنقول انه ما انه كثير الفن ما انه كثير مقدر، اتس فيري نيش. هو يوجولي الاوبرا ما انه كثير نيش، بس انه انبسطت كثير. يعني من وقت ما اول بلشت مسيرتي كانوا عالم يجوا انه الفريندز فاميلي. بعدين اول ما غنيت بفستيفال بيت الدين، عملت الكلوتير تبع فستيفال بيت الدين، عم بتطلع بالجمهور، يا عم الجمهور كتير كبير، صار في صغار، صار في كبار، صار في وجوه ما بعرفها، صار في عالم بتتنقل تشوفني من هون لهون، وكبر كبر كبر هالجمهور. وقتها The Voice كمان كبر بعد أكتر. بعدين التمثيل تبعي كتير ساعد، يعني مثلت بأفلام. خبرنا عن تجربتك أو عن خبصة. ايه، في فيلم خبصة مثلت فيه مع شادي حنا وعبودي ملاح وجنيد ورولا باكسماتي. كان عن جد كتير فيلم سينمائي حلو. يعني كمان ما كنا متوقعين، يعني اجاني التليفون انه كتبنا دور لإلك وكتير بيشبهك، اسمه أليكس، كمان دور جريء. اكيد اكيد. مين بده يلعب هالدور الجريء؟ اوكي. كيف كانت التعليقات عليك هون؟ يعني الدور جريء من هيدا دائما بكل شيء، حتى بالمسلسلات اللي عملتهم السوريه اللبنانيه دور جريء. لا بس صار يدقوا لي يقولوا لي بطل دور ظريف، دور مهضوم، فهمي انت؟ بغيروا لك الصفه يعني. بقى ايه تجربتي مع تجربتي مع خبصه كثير حلوه، انه اول مره كنت بمثل بفيلم، يعني كنت اعمل مسرح وهيك بس مش نفس الشيء. وخبصة كتير أخذ ضجة. بعد وقت رجعنا مدينة مع نتفليكس وقت كورونا، رجع قلع ضجة كبيرة، العالم قاعدة بالبيت عم تحضر خبصة. It was so much fun. ماتيو بدنا اياك تكون حاضر لفقرة جديدة هلا. أوكي. اسم الفقرة أنا أنت. بهالفقرة رح نحط لك صور ثلاث مطربات عربيات، بدك تختار مطربة منهم وتغني لها غنية غنيتها أوبرا. رح أعطيك أنا الأسامي ورح نشوف الصور. طبعاً عنا فيروز، أم كلثوم، وردة. مين بتنقي؟ يلا ست فيروز. ست فيروز يلا. يلا شو بدك تغني لها أوبرا؟ أي غنية؟ أعطيني نايا وغني؟ يلا. أعطيني نايا وغني، فالغنى سر الوجود، وغني بعد أن يفنى
بالتوفيق ماتيو، فعلا بتكبر القرب واكيد انك بتستاهل تكون على درج النجوم. بريك صغير مشاهدينا ومنتابع من بعده. من مكسيكو من جديد مشاهدي الـ LTV ومنتابع مع درج النجوم. هو نجم The Voice Kids اللي أبهر الجمهور العربي بصوته وشخصيته، مع أنه بعده صغير، بس كلمة طفل كتير بتزعجه. بجعبته لليوم 7 أغنيات وبعده تحت 18 سنة. منرحب سوا بجاد عز الدين. فل. وين بده يفل؟ بعده واصل. اوعى تفل هي عنوان اغنيته الجديده لجاد. خبرنا شوي عنا جاد، عنا من الحان مين وكلمات مين؟ اول شيء اهلا وسهلا فيكم زينه جورج وكل الموجودين طبعا. اغنيه اوعى تفل هي اخر اغنيه اللي نزلتها ونالت استحسان كبير من كلمات والحان الشاعر ماجد حيدر وتوزيعي انا، يعني كاول اغنيه انا وزعتها. نالت استحسان كبير، ضربت معي تيك توك يوتيوب ومسموعة بالبلد كثير يعني الحمد لله. هلو قديه صارت جايبة مشاهدات؟ بيور مشاهدات تقريبا 1,500,000. 7 أغنيات كنا عم نقول وبعدك تحت ال 18 سنة، يعني شو سر هيدا النجاح كله جاد؟ هل هي إدارة جيدة؟ ما في شك أنه أنت عندك صوت وعندك الشكل وعندك كل شيء اللي بيخليك أنك تكون فعلا ناجح، بس دايماً في هيك أوقات كمان بوش من محل معين بتكون موجودة. يعني هو الإصرار بيجي أول شيء، إصرار الشخص أنه يحقق الهدف اللي بده إياه. أنا من أنا صغير عندي هدف ورسالة براسي وحابب حققها وحابب أوصل لها، يمكن لو بعد كذا سنة لو عم أطلع شوي شوي، فقلتي بعد عمري تحت 18، يعني العمر قدامي طويل. أنا بتعرفي هلا بوقتنا صار أهون من قبل أنه الفنان يطلع، مثل ما عم تشوفي كل يوم عم يطلع فنان جديد على السوشيال ميديا وهيك. قبل يمكن كان في بس استوديو الفن لحتى يبين الواحد موهبته، فبعتقد أنه في هدف ورسالة براسي حابب أعملهم، هذا الشيء أكبر دافع لإلي أنه أكمل. بس جد قديه تعذبت؟ قديه كان المشوار صعب؟ هلا طبعا من بداية The Voice لهلا يمكن تغلبت على حاجز الخجل، كان أصعب مرحلة بالنسبة إلي. وعندك مرحلة تنقي أغاني تنمر هو بيجوا بعدين. هلا تنمر 100%، كان يمكن أنا وصغير كنت شوي عندي أوفر ويت، فتعرضت مرحلة من المراحل بس خلص بعدين تخطيت. بعدهم بأثروا فيك جاد، يعني نحن بنعرف إنه أنت ما عشت طفولة عادية، يعني بالوقت اللي يمكن بعمرك الشباب معينين بيكونوا طبعاً عم يلعبوا غير نوع لعب، عم يتسلوا، عم بيروحوا مع أصحابهم، عم بيقضوا الوقت اللي لازم يقضوه بعمرهم. أنت كبرت بكير على مسارح، على قعدات مع فنانين، قديه هيدا الشيء حلو وبذات الوقت قديه هيدا الشيء عنده شيء سيء شوي؟ هلا مثل ما هو شوي بيأثر، انه طبعا واحد ما عاش طفولته 100% مزبوط، بس بالعكس انا هذا الشيء عم بحصده هلا، يعني يمكن تعبت شوي بالاول بس بيريحني بس اكبر، يعني هون علي كثير، فانا بالعكس مبسوط بهذا الشيء. وبالنسبه للتعليقات اللي كانت تجيني وهيك، اذا حيأثروا علي لا بيأثروا علي ايجابي مش سلبي ابدا. اي اغنيه من اغنياتك احلى صبيه او قلبي حصلت مشاهدات اكثر؟ في قلبي بعتقد اكثر، في كمان ما في حدا مجبور عليها تقريبا 4,000,000 وشوي، هي يمكن التوب فيود. على شو بدك تسمعنا اليوم؟ اي وحده بدك تسمعنا اليوم؟ سمعكم اخر اغنيه اوعى تفل. اوعى تفل؟ يلا يلا. قدام العالم راح لك، موت علي كلك، قرب لي شدك عقلبي انا، بدي حدك كمل فيك أنا شو متأمل، تبعد مش متحمل يا كلي أنا، ومشتاقلك قد الدنيا والله، جودك خلى حياتي أحلى، عندي غيرك ما في أغلى حد يضل. أنا بحب كثير أغنية عندي ظروف. عندي ظروف بحبها. ما تزعلها، بدك تسمعها وحده. سامعك اياها اكيد يلا. انا عندي ظروف ما بيعلم فيها الا الله،
تعبت لي قلبي والله لهالناس بدي إلا عملوا معروف عملوا معروف اطلعوا مني لو فيكم بس حلو عني هيدا الحال تعبني يا زينة تعبوا لحروف الله الله جد أكيد مبسوط أنت بالشهرة بس شو اللي بيزعجك بالشهرة؟ طبعاً إلها سلبياتها إلها إيجابياتها بس بالعكس أنا ما في شيء كتير بيزعجني مثلاً إذا كنت بمطرح عام وحد عارفني وتصور معي يكون أسعد لحظة بحياتي بحب هذا الشيء بالنهاية حب العالم هو اللي حخليك تطلع بالضبط ما فيك أنت تكون مثلاً عالم هذين اللي مطلعينك تجي تطلع وتشوف حالك عليهم فبالعكس ما عندي يمكن شيء كتير بيزعجني أستاذ نزار شو رأيك بصوت جاد؟ حلو كتير يحيلك بشو بشي قصيدة؟ حلو كتير أنا سمعته لما كان على بالبرنامج اللي طلع منه لا أنا أستاذ نزار كتير بحبه كمان وما أنه موجود معنا اليوم راح أغني غنية من كلمات المفروض يلا أنت مشيتي وبكيت الوردي باب الهنا ضيعت مفتاحه إلا حنيني ما بقى عندي كمشة أمل عغيبتك راحوا وللبعض قلبي ما حسب وبكي قدامك عتب ما شفت بعيونك سبب عن جدي بعدني والدمع بعيوني وعي حسيت رح قول ارجعي بصاي ما طلعت معي يا ربي ساعدني باشا ساعدك دورك انك غنيتي بشارع طلال هلا انا مو اول مره يعني بقدم شخصيه فيها مغنى يعني كذا شخصيه عملت فيها مغنى تنسمع منا هلا اسمع من شو اللي بدك اياه الاصوات المهمه هي انا برجع لا هلا جاي دور ميرنا ولا ممكن احلمي الاصوات المهمه هي يعني بدك لا بس اسم الله عليكي كمان انت صوتك حلو كثير ميرسي ميرسي يلا رواق يعني بنحب نسمع منك شيء هلا ما خاطر شيء خلص فل اذا بدك فل برجع بجي بس بدك جد رائع انت ورائع صوتك وبالفعل انك بتستحق تكون على درج النجوم نتمنى لك التوفيق الدائم وهلأ منستقبل آخر ضيوفنا بهالليلة صانعة محتوى شهيرة على السوشيال ميديا بتابعها وبيتأثر فيها الملايين خلونا سوا نرحب بالتيك توكر كاتريكسا كاتريكسا خبرينا اليوم قد ايه صار عندك فولورز على السوشيال ميديا تحديدا على تيك توك صح ايه تيك توك 1,300,000 حفوت بال 400 اوكي وانستغرام 300,000 سناب شات 100,000 قد ايه صار لك مبلشه فيك تقول سنتين بس يعني راح لي تيك توك اكونتس كثير سو اذا بجمعهم بيطلعوا 3,000,000 حلو حلو وشو المحتوى اللي بتقدميه بعمل محتوى سبور ترندات كل شيء about fashion شو عندك هيك بتعملي تحديات على تيك توك كمان يعني لا تجذبي أكتر الناس ليتابعوكي أكتر شو بتحسي أكتر شيء اليوم الناس عم بتحب تحضر عند كاتريكسا هلا بعمل أنا بفتح لايفات وبعمل فعاليات مثل questions شو بتحبوا بالامرأة شو بتحبوا بالرجال recently بلشت بهولي وعم شوف إنه كتير بيجيبوا فعاليات والناس كتير بتحب هيك حلو كيف تستفيد من السوشيال ميديا كاتريكسا يعني اليوم نعرف انه كتار من الموجودين على مواقع التواصل الاجتماعي عم يقدروا يعملوا بزنس خاص فيهم هل عملت بزنس خاص فيك او جربت تشتغلي هيك على حالك بشيء خاص بكاتريكسا ايه عم بعمل هلا براند ويعني صار رح يخلص براند تياب باسمي
واستخرجت يعني عالجت كل مشكلة. مثلاً نايكي شو المشكلة اللي فيها، مثلاً أنا ما بحب ألبسها لأنه فيها، سو عالجت هول المشاكل وعملتهم بالبراند تبعي. حلو. وإن شاء الله سون رح نزل. إن شاء الله بتوفيق. Thank you. طيب بدي أسألك سؤال، بيحبوكي أكتر أو بينتقدوكي أكتر على السوشيال ميديا؟ بينتقدوني أكتر. بينتقدوكي ليه؟ ليه عرف ليه؟ يعني في كتير بنات ما عندها الجرأة انه تطلع وتحكي، والانسان انا مثلا مش عم بحكي عنه انا كشخص، بس يشوف حدا ناجح اكتر منه بصيره بغاره، ليه هي عم تعمل هيك، انا ما في اعمل، عرفتي؟ فعندي كتير هيترز، بس من ورا الانتقاد قلبته انا لبزنس. يعني قدرت تنجحي اليوم يمكن من ورا انتقاد الكتار لإلك. واذا في تعليقات سلبيه بالسوشيال ميديا اوقات بتجربي مثلا تقولي انه خلص انا ما بقى بدي، انه ماني مضطره اتحمل. يمكن نعرف نحن انه في ناس اليوم عايشين بس لينتقدوا او لا يعني يحكوا كلام جارح من ورا السليولار او التابلت اللي هن وراه. ليك السوشيال ميديا هي لعبه كتير خطيره، اذا ما عرفت تلعبيها تقع فيها. سو انا بنظري الباد كومنتس انا قصدا بحطهم وقصدا بخليهم ينتقدوا تقدر روج الشغل تبعي. مثل عندي سياره، هيدي قوه يعني اسلوب ذكي جدا. عندي سياره بدبي طلعت وحكيت بطريقه مستفزه، اخذ الفيديو اللي انا منزلته على ستوري بس يعني عملوا لي دعايه لسيارتي، يعني عملت لي مبلغ وقدره، عرفت؟ فهيدا كله من ورا الباد كومنتس. عم بتطلعي مصاري منيح من السوشيال ميديا؟ الحمد لله. قد ايه تقريبا؟ لا ما بقول. ما بتقول. رشا قد ايه بتستعملي السوشيال ميديا اليوم ولا بعيده عنهم؟ هلا بعيده كنت بالفتره الماضيه عنهم، بس مؤخرا لا عم ارجع شوي كون نشط عليها. تماما. متى وين رح نشوفك هالصيفيه؟ باي مهرجانات رح تكون موجود؟ هالصيفيه ما كنا متوقعين اكشلي، بلشنا شيكاغو على اساس ليلتين بالكازينو، بعدين زدنا ليله ثالثه سولد اوت ويذن 6 اورز، فورث نايت سولد اوت، فيفث نايت سولد اوت، خلص كونتراينا مع الكازينو، ركضوا بيت الدين، مهرجانات بيت الدين، بقى عنا اول اوغست يعني باثنين ثلاثه وخمسه اوغست لحديت هلا، يمكن اكيد نزيد ليالي بمهرجانات بيت الدين، والتيكتينج بتيكتينج بوكس اوفيس. هلو. بعدين محضرين لكم سيربريزات كثير 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 كبيره للسنه الجايه. ما عندنا شك انه حيكونوا احلى سيربريزات. شكرا لك. استاذ نزار، مؤخرا عم نشوفك كثير باعمال انسانيه كثيره، كانك سفير للعطاء. شو هي الرساله؟ هيدي ترجمه انه الفن رساله، مش بس انه حتى اللي بيغنوا واللي بيعملوا فن وبيقدموه، هذا مش بس للناس اللي عم تاكل وتشرب ومبسوطه ومعها مصاري، الفن كمان لازم يخدم الناس اللي ما بيقدروا ياكلوا ويشربوا. فحبيت هيك انا اكيد هيدا مبدئي، واشتغلت على اني اكون حد هون الناس، واني اشتغل استعمل اسمي تكون قريبة من العالم. الله يقويك. الله يقويك بالفعل. رسالة حلوة كتير. ميرنا خبرينا شو عم بتحضري هلا، في أعمال جديدة ولا في شي صورتي بعد ما انعرض؟ في أعمال قيد الدرس. حلو. وراجع على الجامعة. رجع على الجامعة؟ خير؟ شو بدك تخصصي؟ بدي أرجع تلميذي. حلو، بيلبق لك شطورة. شو بقى بدك تعملي ميرنا؟ تلميذة شطورة. بدي كفي الماسترز تبعي بالدراما ثيرابي. برافو، حلو، إن شاء الله موفقة يا رب. وبدنا نختم معك جاد وماتيو بغنية من اختيار الأستاذ نزار. تشاركيني ميرنا؟ ايه ما نتشاور. شو بدنا؟ شو؟ لحظة شباب. لحظة بس. لا ست فيروز. اوكي نسم علينا. اوكي نسم علينا. نسم علينا الهوى. نسم علينا الهوى من أفراح الوادي. يا هوى دخل الهوى خدني على بلادي. ونسم علينا الهوى من أفراح الوادي. يا هوى دخل الهوى كانت حلقتنا المميزة لليلة. منلاقيكم الأسبوع المقبل بحلقة جديدة من درج النجوم.